ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد هنا في قلب الأوراس، منطقة نارا المنارة. اليوم حول الأعراس التقليدية في هذه المنطقة، أي محتوى العرس تهمورثيا ومثل سني ليلانت مكان غرسن. ومن دون إطالة نترككم تشاهدون هذا الربورتاج. خلاص بالتوريط روحة وريزة جاها من أنا بسم الله حدي زلا بربوش حدي تقتري دلاش ربع أيام الخمسة حدا تقها قنوش ونروح نبدا أنا الدوية ما يبعد لنا أنا إلا ما يصار ما يبعد وهذا التنسس تشادي نروح نهد دوني خدا نسس من السنة وهد دوية وهذا اللي نهي قلناش وهذا غرسن وهذا وين سجنهم في جاية جي زيك ماذا يكتشنا كسوم لي يدري يتسدنانا ليا يرقز برك يتسدنان تتناش شو خدو بربوش وذكي وده زريف تمغار ثم السن غضي المس ها تقيد ما تقيدت ازده زريف سبعة المرات وقت تتفدها انا في جري خمس المشت انا هو يجي لي ثم يجي اسمت انت سريف قرنص باش تصلح وانتفد هذي من الغد حقي من الرينا جرح سبيل ما السيء وتتهنى وتتهنى اروح هذي اذا نسينا دين وسلنا نسيس نسخوض حس وسلنا ذابقة وسلنا سسجي الحنة وطغلان سيدنا واسقا نزلت وسلمك ير كان قلنا الحنة عطولة سفمان يجينا ما تغنم يا ولادة عقل ونشاية تقلي رحابا ابندير هاقشة بس تشاف من البارود كل ما عرضي وذا والروح عندنا ويتا سليتي ديني وادن ان قبر بوش دي حبا ذا يدين زيك السلطة لاش دي سيرة ذايا لاش لا إلا زيك ذا هو بربوش دي حبا ذا يدين الشان وادن سن تغنى ما ذا صبح يفرق العرس ذا يدين وذا رحابنا ان نقلع ثم غوبرك الفاميل ذا يدين يرقز مراهي سيدنا داخل We'll be right back.
في الأخير ما علينا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الربورتاج وبالأخص أعضاء صفحة نار بلادي. انتظرونا في عدد جديد إن شاء الله. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones.